ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل، نكمل بقى الفقرة الحوارية الأساسية في حلقتنا النهاردة، وهي بعنوان أنت مع أم ضد التدليل الزائد للأبناء. التدليل الزائد للأبناء هو بداية الطريق نحو أخطائهم في الحياة، وذلك لأن التدليل الزائد يؤدي إلى عدم تقويم الأبناء وعدم الحزم في التعامل معهم وترك الحرية لهم في كل تصرفاتهم وعدم مساءلتهم، وكل ده يؤدي في النهاية إلى إيه بقى؟ بيؤدي لإيه؟ لارتكابهم للأخطاء في حياتهم ويؤثر على مستقبلهم. والطريقة المثلى للتعامل مع الأبناء من منطق الثواب والعقاب هي الحزم طبعا في كل الأحوال. برحب بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في الفقرة الجدلية الحوارية، والموضوع ده موضوع مهم جدا داخل كل بيت، لأن طبعا بنعتبر أن الأطفال مش بنعتبرهم هم البذرة الأساسية في المجتمع، هم نواة المجتمع، مفيش بيت خالي من الأطفال. وطبعا حاليا هنناقش مع الدكتورة اللي مشرفانا وضيفتنا الجميلة، ضيفتي اللي أول مرة طبعا بتنور استوديو أنا والملكة، الدكتورة استشارية الصحة النفسية والإرشاد الأسري الدكتورة ولاء زيد. أهلا وسهلا دكتورة ولاء. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا أنا ليا عظيم الشرف إن أنا مع حضرتك النهاردة في البرنامج. ميرسي يا فندم. برنامج ثقافي واجتماعي جميل بالمنظر. ميرسي، ده من ذوقك دكتورة ولاء، وأنا اللي يعني اتشرفت واتنورت بحضرتك النهاردة، وإن شاء الله نقدر نفيد السادة المشاهدين بموضوع مهم جدا بخصوص طبعا الأبناء. كل عام وحضرتك طبعا بخير بمناسبة رمضان وكل الأسرة وكل الشعب المصري. طيب دكتورة ولاء، يعني حضرتك عارفة ان يعني حاليا كل اب وكل ام يعني دايما الشغل الشاغل بتاعه وفي دماغه دايما ان انا عاوزة اوفر لاولادي الحياة الرفاهية، الحياة المتكاملة، الحياة المرتاحة. يعني مفيش اب وام، حتى احنا كلنا مش بنلوم، لكن احنا عايزين نصحح المفهوم ده. يعني يقول لك ايه، انا هشتغل اكتر من شغلانه يا جماعه علشان انا عاوز ولادي يطلعوا مرتاحين، انا مش عاوزهم يطلعوا يعانوا المعاناه اللي انا عانيتها في حياتي ويتعبوا التعب اللي احنا شفناه، انا عايزهم يبقى في بقهم معلقه ذهب. فانا عاوزين نشوف هل المنطق ده اللي بيتبعه كثير من الاباء والامهات صح في تربيه الابناء ام خطأ؟ يعني هل هيخلق لنا ولد وبنت عنده مسؤولية أو قوي أو يقدر يواجه الحياة بكل صعوباتها وكل متطلباتها، ولا هيخلق لنا بقى الجيل اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي طبعا زي ما حضرتك عارفة والمشاهدين جيل بيتمتع بكثير من الاستهتار واللامبالاة وعدم القوة، وحتى ما بيقدرش يبت في أي أمر من أمور. فاحنا هنبتدي بقى نناقش الموضوع ده دكتورة ولاء، وأول سؤال طبعا أنا هوجهه لحضرتك في الموضوع ده، كلمينا بقى عن دور الأسرة ومتى يصبح تدليل الطفل خطر عليه. اتفضلي دكتورة. طبعا هو يعتبر التدليل الزائد للأطفال من الأساليب التربوية الخاطئة بالتالي، وده أسلوب للأسف بينتهجه كثير من الآباء والأمهات. أيوة. بيعود بالسلب او بيأثر بالسلب على شخصية الطفل، وده بيتجسد طبعا الاسلوب ده في ان احنا بنوفر كل احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل وبصورة مبالغ فيها، يعني صحيح. بنحاول نلبي كل ما يفوق رغباتهم من مأكل ومشرب وملبس بصورة مبالغ فيها وبشكل فوري وبدون تأجيل. صحيح، دي حاجة. برضو بنحاول نشبع متطلباتهم أو رغباتهم المادية والعاطفية برضو بطريقة مبالغ فيها. وساعات يعني إيه متطلباتهم العاطفية؟ بمعنى إيه؟ الحنان إن يعني؟ الحنان والحب، إن أنا أغدق عليه بالمشاعر بطريقة مبالغ فيها، بطريقة زي ما بنقول كده أوفر. برضو من أساليب التدليل الزايد للطفل إن أنا ما يكونش ليا اي رد فعل، تجاه او عقاب صارم وحازم اتجاه اي سلوك خاطئ بيعمله او الطفل خطا جسيم بيرتكبه. طبعا ما بيبقاليش اي رد فعل. فده برضو من باب ان انا بدلله بقى وخايفه على مشاعره، مش عايزه اقسى عليه ومش عايزه اعقده. في ناس بتقول لك ايه، مش عايزه احنا هنعقدهم ولا ايه؟ لا، طبعا احنا مش عايزين نعقدهم. ما لا يدرك العديد من الاباء والامهات ان الاسلوب ده في التربيه اسلوب وطريقة مش مظبوطة، وبتعود بالسلب على شخصية الطفل طبعا. يعني بتخليه غير قادر فيما بعد على مواجهة مشاكل وضغوطات الحياة.
طبعا. و... لا ليها اضرار كتيره هنتكلم عليها فيما بعد يا دكتوره ولاء. يعني الاضرار اللي بسيمة. مثلا بتعود على الطفل من التدليل الزائد، ان احنا بنساعد ان احنا نكون شخصيه مثلا انانيه. طبعا ما يحبش الا نفسه. الطفل المدلل ده بيبقى طفل اناني. أيوة. بيحب نفسه بشكل كبير وشايف ان مش من حق اي حد حواليه يستمتع باي حاجه غيره. وبالتالي بنخلق جواه طفل ما عندوش القدره على العطاء. العطاء يعني هو بيبقى طفل اناني، بياخد وما بيديش وما عندوش استعداد انه يدي. ومن برضه من الاضرار اللي ان احنا بنساعد على تكوين شخصيه برضه اعتماديه، لان الطفل طبعا. المدلل عاده بيعتمد في كافه امور حياته على افراد اسرته. افراد اسرته، وبالتالي فيما بعد هيعتمد على الاخرين بشكل في تلبيه كل متطلباته الماديه والعاطفيه. وبالتالي احنا بنخلق طفل ما عندوش القدره على العطاء. ايوه ما عندوش القدره على العطاء عطاء. عنده قدره على الاخذ فقط. وبيساعد برضو على تكوين شخصيه فوضويه، لان الطفل ده برضو المدلل بيبقى اتعود على الفوضى والاهمال وما بيلاقيش اي رد فعل رادع على الاسلوب او النهج اللي هو متبعه في حياته. فده فيما بعد في المستقبل بيتطلب المزيد من العنايه والرعايه من اللي حواليه. صحيح صحيح. بنخلق طفل عنده عدم القدره على اتخاذ القرار. لان برضه بتبقى شخصيته مهزوزه، ما عندوش القدره ان هو يتخذ اي قرار مصيري في حياته. حتى لو بسيط، ده حتى لو قرار لو حتى ان احنا ان هو ياخد قرار ان هو يختار نوع نشاط رياضي مثلا. بالظبط، ما بيقدرش يختاره، هو خلاص اعتمد على امه وابوه في اتخاذ القرار، مش قادر. بنساعد برضه بالتدليل الزائد دوت ان احنا نخلق طفل شخصية غير سوية أو غير محترمة، اللي هو مثلا إيه في حالة عدم تلبية إحدى الوالدين لرغبة من رغباته أو طلب من طلباته، ممكن يثور عليهم ويتلفظ عليهم بألفاظ طبعا ويظهر منه سلوك غير لائق. غير لائقة صحيح. فبيبقى ما فيش احترام للوالدين، وبالتالي ما بيبقاش فيه احترام لأي حد تاني. صحيح. بنساعد إن إحنا نخلق طفل ديكتاتوري. ايوه، بمعنى ايه ديكتاتوري دكتور؟ ان هو بيبقى عنده رغبه في فرض رايه وفرض شخصيته وسيطرته على كل اللي حواليه. وبالتالي في المستقبل كل الناس اللي بتتعامل معاه بتستاء من اسلوبه، لانه بيبقى شيء من العنف والقسوه وفرض السيطره وفرض رايه بالقوه. يعني اذا الموضوع، موضوع التدليل للطفل له سلبيات كثيره جدا بتنعكس على شخصيته. ايوه طبعا. طيب دلوقتي لو الاب والام دول هي العيب في شخصيتهم هم، هو يعني في بعض الامهات هي عندها حنان بزياده قوي، يعني هي مش من طبعها القسوه، طب بتتصرف ازاي في الحاله اللي زي دي؟ بصي، هو انا شايفه ان الاسباب اللي بتدفع الوالدين عاده لاتباع الاسلوب الخطا ده في التربيه بتبقى اسباب نفسيه او سلوكيه جواهم هم، يعني بيبقى عندهم هم مشاكل. يعني بمعنى لو اب مثلا عاده خارج البلاد مسافر بره وبيشتغل ورامي عبء مثلا التربيه كله على الام، وفي حين احتياج اي حد من ابنائه مثلا ليه في استشاره او في مشكله فهو مش متواجد، فهو دايما بيبقى عنده احساس بالذنب ناحيه اسرته وناحيه اولاده، فبيحاول مثلا ايه يكفر عن حاجه زي ده او يعوضه عن حاجه زي ده، ان هو مثلا يوفر لهم او يلبي لهم كل متطلباتهم الماديه بشكل مبالغ فيه وبصوره فوريه. صحيح. ده بيبقى نوع من انواع يعني ايه التكفير عن الذنب مثلا او احساس بالذنب. برضه في طبعا وده غلط، لازم الموازنه، يعني بمعنى ان الوسطيه لازم الوسطيه. يعني لا ندلل قوي يا دكتوره ولاء ولا نقصه ولا نقصه، يعني اقصد اقول لحضرتك ان القسوه برضه هتدينا نفس النتيجه برضه السلبيه. طبعا. وبرضه من ضمن الاسباب اللي ممكن تبقى جوه نفسيه الوالدين بيخليهم مثلا يتعاملوا بالاسلوب ده، ايوه، انفصال الاب والام. يعني صحيح. لو اب وام منفصلين سواء الام او الاب مثلا ممكن يكون عندها شعور بالذنب او عنده شعور بالذنب ناحيه ابنائه، هل انا تسرعت مثلا في ان انا اخد قرار الطلاق، فبيشوف مثلا ان اولاده تعبانين نفسيا مشتتين ذهنيا، فبيحاول برضو يكفر عن حاجه زي كده، او ان هو احساسه بالذنب ان هو يلبي لهم طلباتهم ورغباتهم بطريقه مبالغ فيها. بالظبط. وممكن مثلا برضو ان يكون في اسره مثلا ربنا كرمها بالذريه او رزقها باطفال بعد السنوات بعد من ما هي دي. صح. فبرضو ده بيخلي عندهم نوع من انواع المشاعر الفياضه والحب الزياده عن اللزوم، فبيعبر عنه
بطريقه مبالغ فيها. طبعا طبعا. وممكن ساعات بيبقى نوع من انواع الشفقه من الاب والام ناحيه الطفل من اطفالهم، لو مثلا ربنا يعني لو طفل مثلا معوق او مريض، طفل عنده مشكله ما، ولو مشكله بسيطه، فبيحس ان هو صعبان عليه، بيحس مش هيقدر يقصوا عليه برضه يا دكتوره. ايوه بس الوسطيه مطلوبه، الوسطيه لان صحيح. كل ده بيأثر بالسلب على شخصيه الطفل، هو بيضره طبعا. اكتر ما بينفعه. بالظبط. طيب دكتوره ولاء، انت شايفه ان الاجيال القديمه اللي هي كانت طبعا بتعاني جدا في حياتها، وكلنا عارفين يعني ما كانش في رفاهيه خالص، يعني كان في مثلا ياما دكاتره واطباء ومهندسين ذاكروا على لمبه جاز، ذاكروا في الشارع تحت لمبه، في لمبه يعني عمود في اي اناره في الشارع، ما كانش يعني كان مثلا موضوع اللبس وموضوع الاكل وموضوع كل شيء بالنسبه لهم كان يعني بسيط جدا. ولكن ايه اللي حصل في النهايه؟ طبعا شفنا نماذج كثيره من النجاح الفظيع، ومن بتخلق لنا رجل او امراه على قدر عالي جدا من القوه والصلابه والمهاره في عمله، صح؟ مزبوط. طب لما جينا في الاجيال اللي احنا بقينا فيها دلوقتي دي، وبدات بقى ايه عصر السوشيال ميديا، وطبعا البيوت على اعلى مستوى في الرفاهيه، وعاوز البس ولادي الماركات المعينه، واجيب لابني التليفون مش عارفه ايه اللي هو اغلى حاجه، هو لسه طبعا صغير جدا في السن، علشان ما يبصش لواحد زميله، هل ده صح؟ المنطق ده صح؟ لا طبعا، الوسطية مطلوبة في كل حاجة. أيوة. الوسطية مطلوبة في كل حاجة. وبعدين المستوى المادي أو الاجتماعي ملوش دعوة بالأسلوب التربية أو اتباع التدليل الزائد للطفل، إن أنت ممكن تلاقي أسر مستواها الاجتماعي والمادي عالي جدا، بس عندها توازن نفسي جواها، قادرة تتعامل مع أطفالها بأسلوب تربوي مميز بيتسم بالحسم واللين في نفس الوقت. طبعا. وممكن تلاقي أسر مستواها الاجتماعي والمادي متدني جدا ومش قادرة تتعامل، هو بيرجع لطبيعة نفسية وصفات سلوكية جوه الأب والأم نفسهم، وثقافة الأب والأم يعني ثقافتهم في التربية. لازم كل أب وأم دكتورة يكون عندهم ولو يعني قدر معقول جدا من الثقافة التربوية. أيوة، اللي هي بترجع للثقافة، يعني بالزبط. ملهاش علاقة بالمستوى الاجتماعي أو المستوى المادي. لا ملهاش علاقة. يعني أنا أعرف ناس على مستوى عالي جدا من المادة ومع ذلك بيأسوا على ابنه، يعني مثلا يقولك ينزل يشتغل، ما فيهاش حاجة، لما يعلمه الاعتماد على نفسه، إن هو إزاي يتعب عشان يجيب صح القرش عشان يعرف يحافظ على حياته فيما بعد، ما تبقاش كل حاجة بالسهل. أيوة، ما تبقاش كل حاجة بلاش نلبي رغباتهم يعني بمنتهى السهولة. عاوز 1000 جنيه أديله 2000 جنيه، يعني لو أنا مثلا عندي قدرة مادية، ده كله ده الوسطية غلط. الوسطية مطلوبة. وخلينا نتفق ان زي ما الشده والحرمان العاطفي بيفسد الطفل، التدليل الزائد برضو بيفسد الطفل. فانت كأم لازم تنتبهي لتصرفاتك. صحيح. طبعا. ولازم تسعي دائما ان انت تنتهجي مثلا اسلوب تربيه زي ما قلت لك معين بيتسم بالحزم واللين في نفس الوقت. أيوة. التدليل مطلوب، التدليل مطلوب، ولكن مش في كل الاوقات، ومش طيب. بصفه مستمره، ومش صحيح. بصوره مبالغ فيها، اوقات معينه. طيب معانا نهى من القاهره على التليفون. الو الو نهى. طيب الخط فصل، كلمينا تاني يا نهى. طيب يعني عاوزين نقول بقى دكتوره ولاء، ان مش معنى ان انا ابقى عندي امكانيات ماديه عاليه ان انا ايه اخلي اولادي بقى امتعهم بقدر عالي جدا من الرفاهيه والفلوس والحاجات دي، اكيد ده كله هيخربهم. طبعا. مظبوط. وبرده لو انا يعني ما عنديش مقدره ماديه، برده ان انا مش صح ان انا يعني اعملهم بقسوه شديده، ممكن برده تاثر على حالتهم النفسيه وتدينا نتيجه عكسيه، صح كده ولا لا؟ تمام. طيب يعني السؤال بقى دلوقتي، هل في ناس بقى بتحتار، طب انا ادلل ابني بزياده ولا اهمله بقى بزياده؟ حضرتك قلتي الوسطيه. طبعا. مظبوط. طيب يعني حضرتك برضو قولي لنا كده يعني او وضحي للساده المشاهدين، ايه بقى انسب طريقه ان انا اعمل بيها واربي بيها الطفل منذ يعني ولادته؟ ابتدي ايه؟ اتدرج ازاي في التربيه بتاعته بحيث اخلق يعني طفل له شخصيه كبيره وله شخصيه عاليه يعني من تحمل المسؤوليه؟ اول حاجه احنا لازم طبعا نفرق ما بين التدليل وما بين الحنان. ايوه. ايه الفرق بين التدليل والحنان؟ الفرق بين التدليل والحنان، بصي، هو انا شايفه ان الفرق بين التدليل والحنان زي الفرق كده، ما انك تعملي فنجان قهوه بتشربيه بمعلقه واحده سكر
وفنجان قهوه بتعمليه ب 10 معالق سكر ما تقدريش تشربيه اصلا. الفرق ما بينهم شعره. ومش معنى ان انت كأم بتحبي ابنك وفرحانه بيه وعايزاه يبقى الضحكه على وشه من هنا لهنا ان انت تدلعي بزياده. صحيح. ومش معنى ان تعليم ديننا الحنيف بتدعو الى الرحمه وبتدعو لملاطفه الطفل ومداعبته واللعب معاه ان احنا برضه ندلع بزياده. صحيح. الفرق ما بينهم زي ما قلت لك شعره. التدليل ده هو ان انت تقومي كأم ببعض المهام اللي ينبغي ان يقوم بيها الطفل لوحده. زي مثلا ان انت تاكليه في عمر 5 سنين. أيوة. او ان انت تلبسيه في عمر 8 سنين. لان ده نوع من انواع التدليل. صحيح. بتقدميه على سبيل الحب وانك بتغدقي عليه بالمشاعر، وده بيأثر بالسلب على شخصيته. على شخصيته. وطبعا قلنا الاثار السلبيه اللي بتنتج من تدليل الاطفال. نيجي نتكلم عن الحنان. الحنان ده يعني خلينا نشبه السنوات الاولى دي من عمر الطفل بمشتل زرع كبير. هنسميه مشتل الشخصيه. المشتل ده دور كل اب وام ان في السنوات الاولى من عمر الطفل ان هم يغرسوا كل القيم والمبادئ اللي بيعيش عليها الطفل عمره كله. اللي جاي كله. الاساس اهم حاجه. واول زرعه المفروض طبعا الاب او الام يزرعوها هي الحنان. طبعا. والحنان له مسمى تاني اللي هو الحب. خلينا برضو نتفق ان في قاعده بتقول فقد الشيء لا يعطيه. بالظبط. في بعض الاباء برضو والامهات يا دكتوره ولاء ما عندوش موضوع الحنان ده، او هو نفسه اتربى على القسوه وبالتالي بيبقى قاسي جدا مع اولاده، فاحنا بنقول فقد الشيء لا يعطيه. طب ايه الحل في كده؟ فقد الشيء لا يعطيه يعني. فبالتالي الطفل اللي هو اتحرم من الحنان والعاطفه ده بيعيش عمره كله بيعاني من مشكله كبيره اللي هي الحرمان العاطفي. صحيح. واللي بتاثر بشكل سلبي كبير على حياته فيما بعد. بتاثر على علاقته بكل اللي حواليه، بيبقى فيها شيء من العدوانيه والعنف مع اصدقائه واقاربه ومن كل الناس المحيطه بيه. واكتر ناس بتتاثر بالشخص ده اللي بيعاني من الحرمان العاطفي شريك الحياه. صحيح. الزوجه بيبقى العلاقه ما بينهم بيبقى فيها كتير من المشاكل والخلافات. بيبقى فقد القدره على ان هو يعرف يتعامل مع اطفاله، بيبقى فيه كتير من المشاحنات. ممكن يصل الامر لا قدر الله للانفصال. ده امتى؟ في حاله ان الزوجه دي ما يكونش عندها قدر كافي من الاستيعاب بالمشكله اللي معاه اللي هو بيمر بيها. أيوة. اللي هو ملوش اي ذنب فيها غير ان هو نشا في اسره ما بتعرفش تقدم اي حاجه غير الماكل والمشرب بس. ده الفرق بين الحنان وبين التدليل. بين التدليل. التدليل. طب يعني دكتورة ولاء الأحسن إن أنا أقسو على ابني ولا إن أنا أديله دلال وحنان بزيادة؟ حضرتك قلت الوسطية، لكن الأفضل إيه؟ إن أنا أتبع أسلوب مميز في التربية زي ما قلت لك، يتسم بالحزم واللين، يكون في وسطيه في التعامل، لا دلع زياده ولا اقصو بزياده. طب بس أنا بجد يعني إحنا شفنا الأجيال اللي اتربت شوية على القسوة والشدة، يعني احنا شفناها نفعت اكتر. في فرق ما بين القسوه والشده والحزم والصرامه. ان انا ابقى عندي شيء من الحزم ماشيه بمبدا الثواب والعقاب. لكن القسوه والشده دي حاجه تانية خالص غير الحزم. الاجيال اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي ما اتربتش على القسوه والشده، اتربت على الحزم والصرامه والاحترام. مبدا الثواب والعقاب. انت عملت حاجه كويسه انا بكافئك، عملت حاجه غلط انا بعاقبك. بس صدقيني يعني كان زمان الاب والام مش على قدر عالي من التعليم، وممكن الامهات كان اغلبها مش متعلمين، لكن تحس ان الاجيال كانت احسن من الاجيال الموجوده دلوقتي مع الامهات اللي هم المتعلمات وواخدين اعلى الجامعات. ولكن تحسي برضو ان الجيل زمان كان عنده احترام اكتر، كان عنده احساس بالمسؤوليه اكتر، كان بيفرح باقل الاشياء اللي الام والاب بيعملوها في البيت. لان زمان اصلا غير دلوقتي. زمان كان في مبادئ وكان في قيم وكان في اسس المجتمع كله كان عايش بيها يعني. غير دلوقتي. شوفي اللي بيحصل في الشوارع، شوفي اللي بيحصل على شاشات التلفزيون. شوفي. فده طيب. كله اثر على تربيه الاطفال بشكل عام. يبقى اذا الرفاهيه اثرت. طبعا. يبقى مش الحاجه اللي بيسعى عليها الاب والام بقى بصراحه يعني ان هم يعيشون في اعلى المستوى هي دي اللي هتدينا يعني نشأ كويس. بالعكس انا شايفه ان ده ضرر. لا احنا بنقول للساده المشاهدين لا، خلي ولادك يحتكوا بالحياه،
خليهم ينزلوا يشتغلوا طبعا. خليهم خليه هو يقرر في حاجات كتير جدا في حياته أو في حياة الأسرة، يشارك في اتخاذ القرار. يعني ما تبقاش دايما مجنبه كده على جنب، وأنا اللي بعمل له كل حاجة، وأنا اللي بأكله، وأنا اللي بلبسه، وأنا اللي بعمل له كل شيء. لا، أنت بتخلق طفل أو شخص اعتمادي. اعتمادي احنا عاوزين نغير الجيل بقى اللي طالع. وبعدين حكاية تلبية طلباتهم دي يعني بصفة مستمرة وعلى أعلى مستوى، وعلشان ما يتعقدش وعشان ما يزعلش ان اصحابه لابسين احسن منه، ده غلط. فيها ايه اما نمنع عنه بعض الاشياء يا دكتوره؟ فيها ايه؟ انا مره يعني انا مره عندي ولية امر او ام عجبني تصرف ليها جميل جدا. إيه؟ حسستني انها فعلا بتخلق من طفل صحيح. راجل بتعلمه يعني ايه يتحمل المسؤوليه. بوجه لها كل التحيه يا حبيبتي الدكتوره رشا. بنوجه لها التحيه طبعا. مره جايه بتقول لي انا ابني ضيع الموبايل بتاعه، كان في اعدادي او طالب مني موبايل جديد. فبقول لها طيب هتجيبي له ولا هتعملي ايه؟ قالت له انا هجيب لك الموبايل بس بشرط، انا جبت لك واحد قبل كده وانت ما حافظتش عليه وضيعته، انا هجيب لك ده بس انت هتقسط لي ثمنه من مصروفك كل شهر كويس. بمبلغ معين كويس. هنا هي بتغرز في ابنها أيوة. ازاي يشيل المسؤوليه وازاي يحافظ طبعا. على الحاجه ويعرف قيمه الحاجه اللي ضاعت، وان يعرف ان الحاجه اللي بتروح بالسهل مش طبعا. بالسهل ان هي طبعا. تيجي. ولو هو اشتغل طيب وعرف القرش بيجي ازاي والجنيه بيجي ازاي طبعا وماله في الاجازه ننزل ولادنا يشتغلوا ويحتكوا بالمجتمع ويشوفوا الناس صحيح. هي كان في وقت الدراسه انا عجبني جدا جدا تفكيرها وعجبني تفكيرها رائع طبعا. ويا ريت كل الامهات تفكر بكده، بلاش الدلع بقى يا جماعه وبلاش التدليل الزياده دوت، وولادنا طول النهار نايمين في اوضهم والموبايلات والتابلت والموبايل وما اعرفش ايه، وقاعد على النت وتكلميه يزعق لك ويعلي صوته، تندهي لبنتك تعالي ساعديني، ما فيش ولا بنت بتقف مع مامتها دلوقتي في المطبخ وتقول لك ما انت ماما يبقى انت اللي لازم تعملي، يعني انت اللي عليكي كل حاجه. فبالتالي بتطلع البنت تيجي تتجوز ما هيش عارفه تشيل مسؤوليه البيت. ولا زوجها ولا الاولاد، وبنلاقي طبعا نسب الطلاق يعني بقت مرتفعه جدا. يجي مثلا الولد اتخرج تعالى اشتغل، روح شوف اي شغلانه، يقول لك انا مش عارف اركب مواصلات ومش عارف اروح ومش عارف اجي، وعايز اشتغل بمرتب كذا اول ما اتخرج، وعايز ما يعرفوش ازاي نبدا من الصفر ونتعب ونتدرج في كل الوظائف ونمتهن كل المهن. مش عيب. لا طبعا مش عيب. ليه الناس لما بتسافر بره بتشتغل كل المهن وبتقول مش عيب؟ طالما العمل يعني حلال ورزق حلال خلاص ما فيهوش اي عيب. طب فاضل سؤال بس هساله لحضرتك، الاسر اللي بتضيق على اولادها وتساله انت رايح فين وجاي منين ومصاحب مين وبتكلم مين وما بتكلمش مين، يعني رقابه طول اليوم، رقابه مستمره وتضييق وخناق في كل حاجه، هي افضل ولا الاسر بقى اللي سايباه بحريته؟ ما احنا قلنا انهي افضل؟ الاعتدال والوسط، ان انت تبقي مصاحبه اولادك، ان انت مثلا بتسالي ابنك انت رايح فين وجاي منين وقعدت مع مين النهارده وكلمته في ايه وعملته ايه، يبقى بطريقه لازم اراقبهم. ايوه لازم اراقبهم طبعا، بس بطريقه لينه هينه بطريقه فيها شيء من الصحوبيه صحيح. فيها شيء من على سبيل الدردشه مش بنظام الشخط قول لي انت عملت ايه النهارده، انت كلمت مين، انت اتصرفت ازاي. وحتى لو ابني حكالي على تصرف غلط او سلوك ما عجبنيش اتكلم معاه بالراحه واحاول افهمه غلطه مره واتنين، لكن طبعا. مش يعني طيب الوسطيه والاعتدال. لو هو غلطان ألجأ للعقاب، العقاب بشكل يتناسب مع سنه. يعني مثلا ما ينفعش الطفل في سن المراهقه او شاب كبير مثلا امد ايدي عليه او اضربه او اعنفه بكلامه بالفاظ. طب ليه زمان كانت الاجيال عادي الاب بيضرب اولاده في اي سن؟ مش في اي سن، بنسبه برضو بسيطه، بالعكس كان في احترام وكان في وحتى الغلطات زمان ما كانتش زي الغلطات الجيل دلوقتي. الجيل اختلف يا دكتوره ولا. الجيل اختلف، واحنا طبعا نفسنا ان احنا بصراحه يعني نرجع نربيهم بطريقه ابائنا وامهاتنا. يا ريت. يعني احنا شايفين ان الطريقه دي كانت احسن. يعني بنشكرك طبعا دكتوره ولاء زيد، استشاري الاسر النفسيه ارشاد نفسي واسر، ونورتينا في برنامج انا والملكه. وطبعا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اعزائي المشاهدين، زي ما الدكتوره طبعا ولاء كلمت مع حضراتكم ان الاعتدال والوسطيه في كل شيء هي اهم شيء في تربيه الاولاد. ولادنا امانه في اعناقنا، التدليل الزياده غلط، القسوه الزياده غلط، نوزن التربيه بين الحاجتين. عايزين نربي نشأ على الاعتماد على نفسه، نشأ له شخصيه يقدر نعتمد عليه في المستقبل، لان هم قاده المستقبل وهم اللي هنعتمد عليهم فيما بعد. وبقول طبعا ان الافراط في التدليل الاطفال من
الأساليب التربوية الخاطئة التي قد ينتهجها بعض الآباء والأمهات رغبة في تلبية مطالب أبنائهم، وقد يحمل خطورة أسلوب القسوة الزائدة على الأبناء نفسه، فهم يجدون اللذة في تحقيق جميع رغبات أبنائهم من خلال توفير جميع سبل الراحة للطفل وجميع احتياجاته من ألعاب وملابس ومستلزمات. وما لا يعلمه الآباء والأمهات أن هذه الطريقة تؤثر سلبا على شخصية الطفل، فيصبح غير متحمل للمسؤولية ويرغب في الاستحواذ على كل شيء دون عطاء ودون التفكير في الآخرين. يجب طبعا في بعض الأحيان أن احنا نقصه شوية مع التدليل شوية، وإن شاء الله يعني نقدر إن احنا نعدي بيهم لبر الأمان، ونتمنى لكل أسرنا المصرية الخير والسعادة، وكل عام وحضراتكم بخير.